السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين صحيحكم؟ لاباس، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة رهف شاب. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم السر ديال الكواري بخيزو، راه كيجي زوين ولذيذ. يلا نبداو. بسم الله على بركة الله. عندي كيلو ديال السردين، حيت لي القشرة ونقيته وغسلته وطحنته في مولينيكس. عندي 4 فصوص ديال التومة، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال التحميرة بابريكا، معلقة صغيرة ديال البزار، ونص معلقة صغيرة ديال الفلفلة حارة، التحميرة الحارة، ومعلقة صغيرة ديال سكينجبير، ونص معلقة صغيرة ديال الملحة، الملحة على حساب الذوق، ومعلقة كبيرة ديال القزبر، 4 كاس ديال الزيت. عندي مطيشة ديال الحك، واحد جوج خيز زواد مقطعين على هذا الشكل هذا. ونبداو دابا ندوزو نصايبو هاد السردين هذا، نديرو فيه العطرية. عفوا ما تديوش على هذا الصوت، راه الفران شاعل كنطيب في الخبز. تحميره سكينجبير الملحه بزار الكمون، دير معلقة صغيرة معلقة كبيرة ديال القزبر مطحون، والثومة غنشدها نحكها بالقشرة ديالها، كتجي ساهلة دغيا كتحك. غندير 4 فصوص ديال الثومة، دابا غادي نشد هاد العناصر كاملة، نخلط هاد السردين مزيان، يلا نتلاقاو بعد قليل تنخلطو مزيان وانا معاكم. ودابا كيما كتشوفوا ها السردين درتو كواري، طحنتو درت ليه العطريه ودرتو كواري. دابا ندوزو نصايبو لاصوص. دابا التوابل اللي درت في السردين غادي نديرهم في لاصوص، وبقاو معايا. دابا كيما كتشوفوا شعلت البوطة على الكوكور، نقص البوطة شوية. دابا غادي نزيد الزيت،
ربع كاس ديال الزيت، نزيد واحد جوج صوص ديال الثومة نحكهم، نزيد مطيشة ديال الحك، اسمحوا لي ما قلتش الماء، غنزيد واحد شوية ديال الماء باش ما تحرقش العطرية. نسد عليها واحد شويه، نغطيها ما نسدش عليها، نغطيها باش تشحر ديك مطيشه مع الثومه، عاد نزيد العطريه. كتشوفوها مطيشه تشحرات، انا غادي نزيد العطريه، نزيد البزار والفلفل هذيك التحميره الحاره، التوابل اللي درت في الحوت غادي نديرو في لاصوص. واحد نص معلقه ديال التحميره، الكمون حتى هو، قزبر معلقه كبيره، كما كتشوفوا بعد ما طاب خيزو شي 5 دقائق هكاك طاب نص طايبه. دابا غادي نشد هاد الحوت كواري ونديرو هنا وسط المرقه. بسم الله، اسمحوا لي قبيله ما قلتش الزيتون والفلفله حاره والحامض مرقد، تا هو غنديرو. شوفوا انا عاود شعلت البوطه الكوكوب ودرت الزيتون والفلفله حاره، دابا غادي نخليهم يطيبوا شي 10 دقائق هكاك ونطفي عليهم البوطه وانا معاكم ونوريكم الشكل النهائي كي جا الحوت كواري. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحوت كواري، شوفوا كي جا المرقه خاتره وزوين ولذيذ. وكنتمنى ديروا لي لايك سبسكرايب باش يوصلكم ديما الجديد، وخليتكم في امان الله وحفظه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.